رئيس منطقة اليورو جيروم جيسيل بلوم توقع هذا الخميس خلال مؤتمر صحفي في أثينا أن تسجل اليونان انتعاشا العام المقبل، مشددا على أنه سيتم البحث في تخفيض الديون اليونانية في شهر نيسان أفريل العام المقبل في حال الحاجة لذلك. إننا نشهد مؤشرات إيجابية لأجواء الاستثمار والأعمال. أعتقد أننا سنعاود تسجيل انتعاش العام المقبل في منطقة اليورو وخصوصا في اليونان. لكن جيسيل بلوم أكد أنه ينبغي إعادة خصخصة المصارف اليونانية ليتمكن الاقتصاد اليوناني من إعادة النهوض. منطقة اليورو أودت بـ7 مليارات و200 مليون يورو إلى المصارف اليونانية.